بسر وجودي يتلو في الأصيل وزيدي. يوم الكرم ما يقارب 100 طالب وطالبة من طلاب النوادي الصيفية التي نظمتها دار القرآن في محافظة الكرم. أطلقنا عليه اسم نادي الحافظ المميز. طلاب اجتهدوا وجدوا حافظوا ما يقارب 3 أجزاء في شهر. كان إنجاز أن أتممنا من 100 ما يقارب 20 طالب أتم حفظ 3 أجزاء في شهر. تتراوح أعمال الطلاب ما بين 17 سنة. كانت لقاءات مميزة، دروس عن أهمية القرآن، فضل القرآن، دور مدرسين القرآن في التحفيظ والتجويد. كما ذكرت حفظ 3 أجزاء في شهر واحد من القرآن الكريم، إنجاز قاموا به المدرسين والمدرسات في شهر أو ما يقارب الشهر تقريبا. اليوم نحتفي بهذه الطلاب بجوائز مقدمة من لجنة دعم القرآن الكريم في الكرم، شاكرين لهم وشاكرين لكم وبارك الله فيكم. اسمي محمد مجدي راشد جيوسي، من دورة الحافظ الصغير اللي هي حفظ 3 أجزاء بشهر، خلصت 5 أجزاء واستفدت إنه ختمت القرآن والله يديمهم بالخير. جت 5 أجزاء وبستمر إني بتمنى إني أستمر بالقرآن عشان أحفظ تاني. اسمي فتحية حسيني محمد نصر الله، حفظت 5 أجزاء وخلال الدورة هاي حفظت جزئين. يعني احنا انبسطنا فيها كتير وانه استمتعنا فيها ولعبنا وانبسطنا. اسمي تالا جيتاوي، بس انا حفظ 3 اجزاء ونص، بدي اكمل حفظ 4 اجزاء.